في سياق مغير، تعويض محلات الشاي بمدينة المسيلة خدمات المقاهي ليقضي المواطن سهرته أمام انعدام مرافق الراحة. فاروق خضراوي ونجم أبو كرش. ماء يحل ظلام الليل بمدينة المسيلة وضواحيها، يوصد أصحاب المقاهي أبوابهم، فيجد المواطن نفسه تائها في رحلة البحث عن مكان آمن يجتاز فيه أوقات السهرة، ليتجه في الأخير إلى محلات الشاي التي تعوض خدمات المقاهي ولو بشكل نسبي. لاحظوا في فصل الشتاء بولاية المسيلة بأنه هناك يعني غياب تام للمقاهي، خاصة أنها تسكر في الليل باعتبار أنه فصل الشتاء فصل بارد، وبالتالي فإن الإخوة هنا يعني يوفرون يعني الكثير من الخدمات، إضافة إلى أنهم يسهروا في الليل حرصا على يعني راحة المواطنين والزبائن اللي راهم يجيو هنا كل يوم وبكثرة. محلات الشاي هي عبارة عن مقاهي مصغرة تعمل على توفير أشهر المشروبات الساخنة، ومن أهمها الشاي الصحراوي مع مختلف الحلويات والمكسرات، ما جعلها وجهة المواطنين المفضلة. تلقى الكراب، تلقى الحلويات، تلقى كلش، تريح في الليل، كاين وين تريح مع أصحابك، تقصروا وتجمعوا، خاوي يسكروا بكري، سما ما كانش بلايص تروح ليهم في الليل. سما تجي هنا بلاصة مليحة هذاني. احنا هنا في مسيلة معروفين بغلق المقاهي على ساعة مبكرة في المساء، ثم المواطنين ما عندهمش وين يلجؤوا ابار قال تاع مكسرات، محلات تاع المكسرات وشاي، لطة كاين محلات لطة، كاين ثلاث محلات هنا متجزء. ابراهيم واخوانه شباب يستثمروا في هذا النشاط، حيث تجدهم يسهرون على خدمة الزبائن وتقديم ملاذ وطاب إلى غاية ساعات متأخرة من الليل، مساهمين بذلك في بعث روح التجارة الليلية وكسر روتين الركود.